أعزائي الكرام، السيدات والسادة الحضور، يتجدد لقائنا معكم اليوم مرة أخرى في المحاضرة 13 من التدريب الصيفي من التدريب بعنوان Drilling Bootcamp، حيث يتألق الفرع الطلابي لجمعية مهندسين النفط العالمية في جامعة البصرة باستضافة المهندس أحمد نوفل لتقديم عدة محاضرات ضمن هذا التدريب بعنوان داون هول بروبلمز. بداية أعرفكم عن نفسي، أنا خليل أحمد، رئيس العضوية في الفرع الطلابي لجمعية مهندسين النفط العالمية في جامعة البصرة للنفط والغاز. نبدأ مختصرة عن خبرة المحاضر. حصل المهندس أحمد نوفل على شهادة بكالوريوس في تخصص هندسة البترول من جامعة قناة السويس سنة 2007، وكذلك حصل على شهادة الماجستير من جامعة الأزهر. يمتلك أكثر من 15 سنة خبرة في مجال الدرولينج، عمل مع عدة شركات مثل بريتش بتروليوم وشركة عجيبة البترول وغيرها. منذ عام 2009 يعمل كدرولينج اند ويل كنترول انستراكتور معتمد من قبل الاي دبليو سي اف والاي اي دي سي. يعمل حاليا كدرولينج اند ورك اوفر سوبرفايزر في شركة ارامكو. اهلا وسهلا استاذ احمد. بداية بس أحب أنوه أن أهلا وسهلا يا الأسئلة أخي. عن طريق الشات بوكس بالزوم، وكذلك عن طريق البث باليوتيوب، وممكن عن طريق الرايز هاند بنهاية المحاضرة. أهلا وسهلا أستاذ أحمد، تقدر تبلش. أهلا مساء خليل، يا أهلا بك يا أخي. تمام كده الشاشة ظاهرة قدامنا. أخي خليل الشاشة كده ظاهرة، أنا نعم، بدخل كده الشير واضح بودكاست. لكن السلايدات بعدها ما طلعت. أظن كده السلايد موجودة ولا؟ هسه تمام. أنا بحرك كده السلايدز. تمام؟ واضح. اوكي، اهلا بكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من اخ خليل، اهلا اخ يوسف، بحبكم جميعا. بدايه انا سعيد في تواجدي في جامعه البصره، لان البصره يعني في حد ذاتها ليها معزه خاصه لي، لان اشتغلت في التدريب في مدينه البصره في حقل الزبير لمده سنتين ونص، فيعني ده من دواعي سروري وان انا موجود معاكم النهارده. فاهلا وسهلا بحضراتكم. بس صوت نقص صغير، لسه الماجستير انا مش هولد الماجستير، انا لسه بكتب الرساله دلوقتي وان شاء الله نكون هولد الماجستير خلال العام الحالي رب العالمين. اهلا وسهلا بكم. زي ما قال اخي خليل ان احنا المفروض هنتكلم على الدوز، وكما وصلني من الاخ يوسف ان يعني الناس متشوقه للكلام عن الستوك بايب بشكل خاص يعني، فهبدا كلامي النهارده عن ان شاء الله رب العالمين. لما نيجي نتكلم عن الستوك بايب هناخد يعني مقدمه عن بعض المصطلحات الاساسيه اللي هتنفعنا في الستوك بايب. هنعرف يعني ايه ستوك بايب ميكانيزم، هنعرف يعني ايه ستوك بايب المسببات بتاعته والورنينج ساينز والبريفنشن، ازاي نمنع زي ما بيقولوا كده الوقايه خير من العلاج. هنعرف المشكله، هنعرف ازاي نعالجها، وهنعرف ازاي اصلا نمنع ان احنا نوصل للمشكله دي او نحاول نتجنب المشكله. عندنا حاجتين اساسيين برضو هم يعتبروا من الداون هول بروبلمز وهيبقوا متعلقين بالستوك بايب، الا وهي مشاكل الهول كلين، ازاي انظف البير بتاعي وامنع المشاكل اللي ممكن تجي لي لو انا البير بتاعي مش نظيف، وكذلك الويل بور انستابيليتي، ودي برضو احد الحاجات المسببه للستاك والمشاكل الشائعه اللي بتقابلنا في الداون هول بروبلمز اثناء الدريلنج. طيب هناخد دلوقتي المقدمه بتاعتنا وهنتكلم عن بعض المصطلحات. المصطلح الاولاني والاساسي في الموضوع الا وهو الستاك بايب. عايزين نعرف يعني ايه كلمه ستاك بايب. لو هنترجمها باللغه العربيه، المواسير بقى ممكن نقول مواسير محشوره، مواسير مش قادرين نسحبها. هنترجمها بقى باللغه بتاعت الحفر، لان ناس كتير بتبقى فاهمه الستاك بايب بشكل معقد شويه او بشكل غريب شويه، اللي هو فاهم ان الستاك بايب اني مش قادر اطلع من البير ومش قادر انزل فيه ومش قادر اعمل ار بي ومش قادر يبقى عندي سيركليشن، ولكن
ببساطه كده كلمه ستاك بايب، ان انا مش قادر اطلع المواسير بتاعتي من جوه البير بكل بساطه. يعني انا ممكن اكون قادر انزل بالمواسير لتحت لكن مش قادر اطلع، دي في حد ذاتها اسميها ستاك بايب. يبقى كلمه ستاك بايب ببساطه كده ان انا مش قادر اخرج المواسير بتاعتي من البير. اقصد بالمواسير هنا اللي هي الدريلنج البايبس بتاعتي، تمام؟ فده كده ببساطه مصطلح الستاك بايب. عندنا مصطلح ثاني الا وهو مصطلح التايت هول. احنا اتكلمنا دلوقتي عن مصطلح الستاك بايب ان انا مش قادر اطلع المواسير من البير او اخرجها من البير. في مصطلح ثاني وهو مصطلح التايت هول. يعني ايه التايت هول؟ يعني الستاك بايب ان انا مش قادر اسحب المواسير على الاطلاق. اما كلمه تايت هول، سوري، اما كلمه تايت هول، تايت هول ان انا قادر اسحب المواسير بتاعتي ولكن بسرعه اقل من السرعه الطبيعيه. بمعنى ان انا لو اقدر اسحب الماسوره بتاعتي بشكل طبيعي كمثال كده في مده دقيقتين مثلا، لا ده انا مش قادر اطلع بسرعه الدقيقتين دول، لا ده بتاخد معايا 5 دقائق او بتاخد معايا 10 دقائق، ومش قادر ان انا ازود السرعه بتاعت الصعود بتاعتي. في دي بسميها التايت هول، بتبقى الهول بتاعتي او البير بتاعي بيبقى ضيق عليا شويه، تيجي تسحب المواسير كأن في حاجه مسكاني من جوه، بس انا قادر اتحرك وقادر اطلع ولكن بسرعه اقل من السرعه المعتاده. اما الستاك بايب بتبقى الهول برضو قافل عليا او ضيقه عليا او في قوه مسكاني من تحت ولكن مش قادر اطلع بشكل كامل. تمام. طبعا شغل الاونلاين بيبقى التفاعل فيه قليل شويه، فاتمنى ان الدنيا كلها تبقى تمام. فارجوك يا خليل تاكد لي ان الصوت واضح والامور طيبه يعني. لا كل شيء تمام استاذ عاشت، اذا كان اذا صار اي مشكله بصوت هذا اوكي. انا بلغك. عظيم جدا. طيب يبقى كده في السلايد الاولى اخذنا الفكره الاساسيه واخذنا يعني فهمنا يعني ايه ستاك بايب وعرفنا كلمه تايت هول. طبعا هي بس بعض المصطلحات، وان شاء الله كمان 3 4 سلايد كده هنجمع المصطلحات دي كلها مع بعضها والدنيا هتبقى اسهل كتير عشان لو حد مستغرب المصطلحات، لان انا عارف ان احنا غالبنا طلبه يعني. طيب الستاك بايب دي مشكله من المشاكل اللي بتقابلنا في الحفر، ودي اكتر المشاكل اللي بتقابلنا في الحفر واصعبها. يعني انا بكلمكم دلوقتي من الموقع اللي انا شغال فيه، من 3 ايام بالظبط كنت مستاك وكان يعني حاجه صعبه جدا. فانا بكلمكم دلوقتي لايف وهنتكلم ان شاء الله، هناخد الكيس ستادي اللي حصلت معايا لانها كيس ستادي معقده جدا والحمد لله حليناها فهتفيدنا ان شاء الله. فهناخد الكيس ستادي دي وهنعرف عملنا فيها ايه. فالستاك بايب من اكتر المشاكل الشائعه اللي بتقابل الناس اللي شغاله في الحفر، بتكلفنا كتير جدا لانها ممكن توصل ان احنا لو مش قادرين نفك الاستاك دوت ونطلع المواسير من البير خسرنا البير بالكامل. يبقى انا صرف لي $1,000,000 ولا 2 مليون دولار وجيت عشان مشكله زي دي في نهايه البير مش قادر اطلع بالمواسير، خسرت البير بالكامل. لان لو مش قادر اطلع بالمواسير هعمل ايه؟ اروح اقطع المواسير وسايبها في البير واقفل الهول القديمه اللي فيها المواسير دي واحفر لي واحفر هول جديده بمصاريف جديده بفلوس جديده ب 2 مليون دولار تانيين ولا بنص التكلفه على الاقل يعني. فالستاك بايب من اكثر المشاكل حدوثا ومن اكثرها صعوبه في التعامل معاها لحلها ومن اكثرها تكلفه، وده اللي بيوضحه التشارت اللي قدامنا. يعني مثلا كان عندنا كيس ستادي حصلت معانا من عام تقريبا 2010 تقريبا، كانت جات لنا شركه من الشركات. انا كنت شغال في شركه تدريب ساعتها لان انا زي ما انا شغال كمباني مان انا شغال برضو محاضر. ففي الوقت اللي كنت شغال فيه في الشركه دي جات لنا شركه كبيره وهي البريتش بتروليوم. البريتش بتروليوم قالت انا عندي مشكله كبيره جدا، انا كل 3 ابار بحفرهم بخسر بير بسبب الاستاك، او بيحصل لي بير عشان اكون دقيق في المعلومه، بيحصل لي استاك في كل 3 ابار. يعني كل 3 ابار احفرهم يحصل لي استاك. معنى كده ان كانت التندنسي بتاعت الاستاك عندها او الفريكوانسي بتاعت الاستاك عندها كانت بنسبه 30% من الابار اللي بتحفرها، ودي كانت حاجه كبيره جدا. طب نعمل ايه ساعتها؟ قال لك عايزين بقى نحط دراسه كامله للاستاكات اللي بتحصل دي وعايزين محاضر محترف جدا. طبعا هم اختاروا محاضر معين كنا جبناه ساعتها من المكسيك تقريبا، والمحاضر المحترف ده هي 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 هيعمل تدريب لكل الناس اللي موجوده عندي، بيبقى فيها الريكرو والانجينيرز والماد انجينيرز وكل الناس اللي ممكن بتكون بتتعامل على البير ده عشان نقدر نمنع حدوث الاستقاد دي. وبالفعل عملنا الكورسات دي وبالفعل عملنا الدراسه دي واتطور الموضوع معاهم وقلت الفريكوانسي بتاعت الاستقاد في الوقت ده. فعشان كده بنقول الاستق حاجه صعب التعامل معاها ولازم يجب دراستها بشكل كويس جدا عشان نقدر نمنع حدوثها من الاساس. طيب فكره الاستاك ببساطه قايمه على فكره الفريكشن، فكره الاحتكاك.
المواسير دي بتبقى ماشيه جوه البير، يا اما سواء نازله جوه البير يا اما خارجه منه. المواسير دي بتحتك بالسوليدز اللي موجوده في البير، بتمشي في الطافله اللي موجوده في البير، بتحتك بالجدران اللي بتاعه البير، خاصه لو هو هوريزونتال او ديفييتد هاي انجل ويل، فالمواسير بتبقى نايمه على اللو سايد بتاع البير، فبيحصل فريكشن بشكل عام. ففكره الاستاك قايمه على الفريكشن، وكل ما الفريكشن ده بيزيد كل ما التندنسي بتاعه الاستاك يزيد. والفريكشن ده ممكن يزيد يبقى فيه فريكشن طبيعي اللي هو الفريكشن بتاع الطلوع والنزول، ببقى انا عارف ايه المعدل بتاع الفريكشن ده، وببقى طول ما هو اللي معايا المعدل الطبيعي فانا كده مطمن. المعدل بقى زاد عن الطبيعي يبقى انا كده داخل ناحيه مشكله الاستاك، يبقى انا كده رايح للمشكله. فعشان كده فكره الفريكشن هنترجمها دلوقتي لحاجه اسمها الدراج. ايه الدراج ده؟ القوه او الوزن بتاع المواسير سواء بيزيد او يقل عن الطبيعي، وانا بقدر الاحظ الوزن دوت على مؤشر الوزن اللي موجود قدام الحفار، فهو دوت اللي بيقول لي اذا كنت انا ماشي بشكل طبيعي جوه البير ولا الدراج ده بيزيد معايا، في الفريكشن ده بيزيد معايا، فانا كده هتحصل لي مشكله الاستاك. فده ببساطه كده فكره الفريكشن زي ما احنا شايفينها في السلايد اللي قدامنا. الجزء الاحمر دوت هنعتبره هو الماسوره، فانت بتشد الماسوره في اتجاه اللي هو اتجاه الموشن، فبيبقى عندك فريكشن في الاتجاه المعاكس. تمام، كل ما الفريكشن ده بيزيد عن الطبيعي يبقى انا كده رايح في ناحيه مشكله الاستاك. ده بس كده ببساطه الفكره بتاعت الاستاك والفريكشن. طيب، مصطلحات مهمه بقى بتقابلنا اثناء الحفر. احنا اتكلمنا من شويه عن الدراج، وقلنا الدراج دوت اللي هو يعني معادل لفكره الفريكشن. يبقى انا كده لما اجي ببقى التوب درايف بتاعي شايل المواسير او السترنج بتاعت الحفر بتاعتي دي بيبقى ليها وزن معين. لما اجي بسحب المواسير دي لفوق، الوزن اللي وانا بسحب لفوق كده بيبقى الوزن بتاعي وانا بسحب المواسير لفوق اعلى من وزنها وهي ثابته. بمعنى هناخد مثال، المواسير بتاعتي وزنها 100,000 مثلا، لما اجي اسحب المواسير لفوق الوزن اللي بيبقى ظاهر قدامي على المارتن ديكر او على مؤشر الوزن ما بيبقاش 100 بالظبط، هلاقيه مثلا 110. ال 10 الزياده دول اسمهم دراج اب، اللي هو قيمه الزياده في الوزن نتيجه السحب، نتيجه الفريكشن، نتيجه الدراج اللي حصل معايا. فانا دلوقتي عشان اسحب ال 100 دول محتاج 110 عشان اتغلب على الفريكشن، فال 10 دول اللي ناتجين عن الفريكشن اللي انا بسميهم دراج، فبسمي ده دراج اب، يبقى ال 10 دول اسمهم دراج اب، الدراج اللي ناتج عن السحب الاعلى يعني. طيب، المواسير قلنا وزنها 100، لما اجي انزلها جوه البير بتنزل معايا بسهوله لان وزنها بيسحبها معايا، فال 100 بلاقيها بتقل معايا شويه، هلاقي ال 100 بقيت مثلا او بقيت مثلا 95، يبقى الخمسه الفرق دول النقص في الوزن ده انا بسميه ايه؟ بسميه الداون دراج. يبقى عندي اب دراج وعندي داون دراج، يبقى دوت نتيجه الوزن بتاع المواسير وانا نازل لتحت بتساعد معايا في نزولها، فبتقلل لي الفريكشن فبتقلل لي الوزن شويه، وانا بسحب فبيزود لي الوزن شويه. يبقى انا عندي اب دراج اللي هو الوزن الزائد فوق وزن المواسير، وعندي داون دراج اللي هو الوزن اللي انا بنقصه نتيجه سهوله نزول المواسير بوزنها. يعني بناخد بس الدنيا ببساطه شويه لحد ما نتكلم بيها بالشكل بتاع التكنيكال قوي كمان شويه. وعندي حاجة اسمها التورك. ايه التورك ده؟ برضو فكرة الفريكشن، بس هنا الفريكشن بقى نتيجة الدوران. الدراج اللي بيحصل معايا اب اند داون ده نتيجة السحب فوق وتحت، اما التورك ده الفريكشن اللي بيحصل معايا نتيجة الدوران. المواسير دي طبعا عشان احفر لازم بيبقى معايا ار بي ام ريفوليوشن بير مينيت، المواسير لازم تلف معايا وتدور معايا. الفريكشن اللي بينتج عن الدوران ده بسميه تورك. يبقى انا كده عندي المصطلح اللي هو التورك، وعندي المصطلح اللي هو الدراج. في كلتا الحالتين التورك والدراج دول فريكشن، مقاومه بتقابلني. الدراج مقاومه بتقابلني نتيجه الحركه لاعلى او لاسفل، والتورك مقاومه بتقابلني نتيجه دوران المواسير. دي كده ببساطه جدا. طيب، هنيجي بعد كده بقى في المصطلحات بتاعه الحفر اللي هي معتمده على المصطلحات اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه. احنا قلنا ان انا عندي تورك وعندي دراج. هاجي هنا بقى في حاجه اسمها روتيتنج تورك، سوري اوف بوتوم تورك، وحاجه اسمها روتيتنج ويت. روتيتنج ويت اللي هو وزن المواسير وهي واقفه في مكانها بس بتعمل ار بي ام خفيفه وواقفه في مكانها. ده كده برضو ببساطه كلمه روتيتنج ويت. معلش بس هو اول كام سلايد كده هيبقى كلام نظري، ممكن يبقى ممل شويه بس لازم نفهم المصطلحات دي، ورجاء ان نكون بنكتبها. المواسير بتاعتي
عشان اقدر اعرف اذا كنت انا ماشي صح ولا غلط، واقدر اترجم المعلومات اللي عندي لازم اعرف المصطلحات. روتيتنج ويت اللي هو وزن المواسير وهي بتلف بس واقفه في مكانها، ولا انا بسحبها لفوق ولا انا بنزلها لتحت، لا واقفه في مكانها، ده معنى كلمه روتيتنج ويت. وفي بوتوم تورك ده التورك بتاع المواسير وهي بتعمل ار بي ام بس مش واقفه على البوتوم، لان هي لو واقفه على البوتوم هيبقى في احتكاك زياده نتيجه لمس الدقاق للبوتوم. لكن انا بقول دلوقتي اوف بوتوم تورك اللي هو التورك بتاع المواسير وفي ار بي ام وهي بعيده عن القاع بتاع البير، عشان كده بسميها اوف بوتوم. اوف بوتوم يعني بعيد عن القاع، اوف بوتوم تورك التورك والمواسير عن القاع. جميل جدا. نبقى نخش نترجم المصطلحات دي على الشاشه اللي احنا شايفينها، الجزء الملون ده. الدايره اللي في النص دي اللي قدامنا دي، الدايره دي نسميها مارتن ديكر او ويت انديكيتور، وده مؤشر الوزن اللي بيبقى موجود قصاد الحفار. يعني الحفار بيبقى واقف على البريك بتاعته، واهم المؤشرات اللي بيتعامل بيها ويقدر يشوف بيها المواسير بتاعته ويقدر يترجم القيم بتاع الاوزان بتبقى على المؤشر ده اللي احنا بنسميه المارتن ديكر او الويت انديكيتور. طيب في مؤشر تاني صغير هنا اسمه البريشر، ده البريشر ده اللي هو ضغط الطفله او ضغط المضوء البريشر. وفي مؤشر تاني صغير هنا اسمه التورك، ده المؤشر اللي يقدر يقيس به التورك او يقرا به التورك نتيجه دوران المواسير. يبقى ده التورك اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو نتيجه دوران المواسير المقاومه نتيجه دوران المواسير، وهنا المارتن ديكر اللي هقدر اشوف بيها الاوزان بتاعه المواسير بتاعتي. جميل جدا. طيب لما نيجي نشوف الجزء اللي هنا دوت اللي هو ازرق فاتح خالص، ده حاجه اسمها البلوك ويت. دي اللي كده اختصار كلمه بلوك، بلوك ويت. يعني ايه بلوك ويت؟ اللي هو الوزن بتاع البكره بتاعتي. يعني ايه وزن البكره؟ اللي هي الترافلنج بلوك بالتوب درايف، دي بنسميها بلوك ويت، وزن البكره. طيب ايه وزن البكره وليه ظاهر معايا هنا؟ انا المارتن ديكر بتاعتي دي لما بتيجي تقيس لي الوزن بتاعت الحاجه اللي انا شايلها، الوزن دوت بيبقى شامل كذا حاجه، بيبقى شامل السترنج الهيد دريل بايب وكل حاجه موجوده في البير، وبيبقى شامل معايا البلوك ويت دي. فالبلوك ويت انكلودد معايا، عشان كده لازم نبقى عارفين ان البلوك ويت انكلودد معايا. بتلاقي مثلا في بعض البرارين البلوك ويت 40000 مثلا. طيب ال 40000 دول طبعا احنا كلامنا هنا بالباوند، يعني لما اقول 40000 يبقى 40000 باوند. طيب لو البكره دي وزنها 40000 وانا قاري على المارتن ديكر 100000، يبقى وزن المواسير لوحدها كام؟ يبقى وزن المواسير لوحدها 60، يبقى 60 بتاعت المواسير زائد ال 40 بتاعت البكره او البلوك ويت تديني اجمالي 100. فلازم نبقى فاهمين المصطلح ده، ان الوزن اللي بيبقى ظاهر معايا على المارتن ديكر بيبقى شامل الوزن بتاع البكره او البلوك ويت. جميل جدا. نيجي للجزء الازرق الغامق شويه، حاجه اسمها بويد سترينج ويت، ده اللي هو المقصود بيه وزن السترنج العايم. يعني هنا بنقول عايم ليه؟ لان هي موجوده جوه سائل، جوه الطفله بتاعتي، ايا كان نوع الطفله دي ايه. فالطفله ديت بيبقى ليها حاجه اسمها بيونسي فاكتور، بتبقى شايله السترنج شويه. فلو السترنج وزنها في الهواء 100، لما تتحط جوه الميه او تتحط جوه الطفله نتيجه التعويم دي، فالتعويم ده بيشيل جزء من الوزن شويه، فال100 ممكن تبقى 90، ال100 ممكن تبقى 80، على حسب البيونسي فاكتور او تاثيره على من الطفله اللي موجوده نتيجه وزن الطفله اللي موجوده. فالمهم ان الجزء دوت بيبقى الوزن بتاع المواسير اللي موجوده في البير او السترنج اللي موجوده في البير. عشان كده المؤشر هتلاقيه موجود هنا. فالمؤشر هنا شامل الاثنين دول، شامل وزن السترنج زي ما قلنا، وشامل وزن البكره اللي احنا لسه شارحينها من شويه. جميل جدا. ده كده ببساطه بسميه روتيتنج ويت. روتيتنج ويت، احنا قلنا الروتيتنج ويت من شويه وزن المواسير وهي واقفه في مكانها، ولا بشدها لفوق ولا بنزلها لتحت، بيبقى شامل حاجتين اتنين بس، بيبقى شامل وزن المواسير جوه الطفله زائد وزن البكره او البلوك ويت. تمام. يبقى ده كده قلنا روتيتنج ويت وفهمنا الروتيتنج ويت بيجي منين. اوف بوتوم تورك، اتكلمنا عن الاوف بوتوم تورك من شويه وقلنا ده المقاومه اللي بتبقى ناتجه عن الار بي ام او الدوران بتاع المواسير، وانا بعيد عن قاع البيوت بشويه. بقرا الاوف بوتوم تورك منين؟ الاوف بوتوم تورك بقراه من الجيج ده او المؤشر ده اللي هو مؤشر الجيج.
يبقى انا عندي المؤشر ده اللي بيقرا لي الوزن، وعندي المؤشر ده اللي بيقرا لي التورك. جميل جدا. طيب انا عشان احسب الاثنين دول واقيسهم، لان لازم الاثنين دول يبقوا معايا ومعروفين، قال لك رقم واحد اعمل بوزيشن ذا بيت اوف بوتوم اباوت 20 فيت، يعني خلي الدقاق بتاعك او الدريل بيت بتاعك بعيد عن القاع 10 20 قدم، بحيث ان انت ما تبقاش ملامس للقاع عشان تشيل الايفكت بتاع ملامسه البيت للقاع بتاعك. يبقى كده هبعد 10 20 قدم عن قاع البير. بعد كده ستوب ذا بامب، وقف البامب. طب اوقف البامب هنا ليه؟ قال لك لان البامب وهي شغاله بتطلع طفله من الدقاق، والطفله دي بيبقى اتجاهها من تحت لفوق، فهي وهي طالعه من تحت لفوق هتاثر معايا على الوزن شويه، هتشيل معايا السترنج شويه، فهتقلل لي القرايه الطبيعيه بتاعت المسير. عشان كده لازم اشيل الايفكت بتاع البامب، عشان كده قال لي ستوب ذا بامب، وقف البامب، اللي هي رقم اثنين. رقم ثلاثه قال لي سلولي انكريز ار بي ام ات ا بري سيلكتد ستاندرد ار بي ام. بمعنى ايه بقى؟ قال لك انك هتعمل حركه خفيفه كده للار بي ام عشان تقدر تقرا السترنج ويت بتاعك، وفي نفس الوقت تقرا الاوف بوتوم تورك. ما انا عشان اقرا التورك لازم يبقى عندي ار بي ام. طيب في هنا مصطلح كده اتقال اللي هو بري سيلكتد ار بي ام. بري سيلكتد ار بي ام، ايه البري سيلكتد ار بي ام ده؟ قال لك ما تاخد بالك من حاجه، انت عايز تقارن التورك، يبقى انت لازم التورك يبقى عند ار بي ام معينه، لان التورك بيختلف مع الار بي ام. فانا دلوقتي عندي اثنين حفارين شغالين، لان الورديه احنا عندي اليوم 24 ساعه والورديه 12 ساعه، فعندي حفار شغال في ال 12 ساعه بالنهار وحفار شغال 12 ساعه بالليل. لما الحفار بتاع النهار يجي يقيس التورك في النهار لازم يقيس التورك على ار بي ام معينه، سي مثلا 30 ار بي ام. لما يجي الحفار بتاع الليل عشان يقيس التورك برضه يشتغل على نفس الستاندرد ار بي ام اللي هو اللي شغال عليها الراجل بتاع النهار، ما ينفعش بتاع النهار يشتغل على 30 وبتاع الليل يشتغل على 50. يبقى هنا القرايات بتاعت التورك مش هتطلع دقيقه، يبقى انا هنا مش هقدر اقارن ما بين التورك بتاع النهار والتورك بتاع الليل، لان انا المفروض عايز القرايات دي عشان اقارن بيها قرايات لاحقه عشان اشوف اذا كنت انا ماشي نورمال ولا انا اب نورمال وعندي مشكله ورايح هستك. عشان كده لازم يبقى فيه بري سيلكتد ار بي ام. هنتفق مع بعض ان الار بي ام بتاعتنا لما نيجي نقرا القرايات بتاعتنا هنثبتها على 50 ار بي ام بس، يبقى الراجل بتاع النهار يشتغل على 50 والراجل بتاع الليل برضه يشتغل على 50 لما يجي يسجل القرايات بتاعته. ادي معنى كلمه بري سيلكتد ار بي ام. طيب يبقى انا عملت بوزيشن للدقائق بتاعي 10 قدم اواي اوف بوتوم، وقفت البامب عشان اشيل الايفكت بتاع البامب ما يتاثرش معايا على وزن المواسير. ثلاثه اخترت الار بي ام بتاعتي وشغلت شغلت الار بي ام بتاعتي على القيمه الستاندرد اللي احنا متفقين عليها. بعدين هنا اقدر اقرا ايه التورك بتاعي من على الجيج بتاع التورك، واقدر اقرا الوزن بتاعي من على الجيج بتاع الوزن، وكده قدرت اجيب حاجه اسمها الاوف بوتوم تورك، وقدرت اجيب حاجه اسمها روتيتنج ويت. اتمنى ان هي تكون واضحه، ولو في اي مشكله ما عنديش مشكله ان انتوا توقفوني ونتكلم فيها عشان ما نعديهاش. جميل كده اتكلمنا على الاوف بوتوم تورك والروتيتنج ويت. نخش على مصطلحين تانيين. المصطلح اللي اسمه اب ويت، احنا اتكلمنا من شويه عن حاجه اسمها روتيتنج ويت. روتيتنج ويت المواسير واقفه في مكانها ما بتتحركش. هنا هتكلم عن حاجه اسمها اب ويت، يعني وزن المواسير وانا بسحب لاعلى، وانا بزن المواسير وانا خارج من البير، ده بسميه اب ويت. الاوف بوتوم الروتيتنج ويت من شويه قلنا شامل حاجتين، شامل البلوك ويت وشامل السترنج ويت، مظبوط. هنا بقى الاب ويت هيزيد معاه حاجه، لو انتم فاكرين من شويه قلنا في حاجه اسمها دراج هتظهر معايا وانا بسحب المواسير لاعلى نتيجه الفريكشن، فهنا هيضاف على الروتيتنج ويت والدراج بتاع الفريكشن ده، او الوزن الزياده مقابل الفريكشن والدراج ده. فلما اضيفه على الروتيتنج ويت هيديني حاجه اسمها الاب ويت. يبقى الاب ويت بيساوي الروتيتنج ويت اللي احنا لسه متكلمين عليه من شويه زائد الاب دراج، الدراج اللي بينتج نتيجه السحب الاعلى. وفي حاجه اسمها سترنج تنشن ليميت. ايه السترنج تنشن ليميت ده؟ اللي هو اقصى شد اقدر اشده على المواسير اللي موجوده عندي من غير ما تتقطع. يعني ايه؟ كل حاجه بيبقى ليها ماكسيمم ليميت. المواسير اللي عندي دي هي مثلا وزنها 100، طب انا مستك وعايز اشد عليها شويه عشان افك من الاستك، اقصى شد اقدر اشده كام؟ والله ممكن يكون المواسير بتاعتي اقصى شد ليها 200، لو زودت عن ال 200 هتتقطن مني، يبقى انا ما ينفعش اشتغل عليها اكتر من 200، اشتغل ما بين ال 100 الى اقل من 200، يبقى انا كده ده السيف سايد بتاعي. يبقى السترنج تنشن ليميت المقصود بيها اقصى تنشن اقدر اعمل له ابلاي على المواسير عندي من غير ما اقطعها،
ادي معنى كلمه سترينج تنشن ليميت، ده كده ببساطه. طيب نحقق ده على على الجيجات بتاعتنا. هنيجي برضو نفس القصه، لما ابص على المارتن ديكر هبص الاقي هنا كلمه بلوك ويت، وعرفنا يعني ايه بلوك ويت، وهلاقي هنا السترينج ويت، بس الاقي هنا المؤشر بعد شويه، شايفين المؤشر الاسمر ده زاد شويه، زاد بقيمه ايه؟ زاد بقيمه حاجه اسمها الاب دراج اللي احنا اتكلمنا عليه. يبقى هنا ده الاب ويت بتاعي، الاب ويت هيساوي البلوك ويت زائد السترينج ويت زائد الاب دراج. جميل. انما لو ما كنا بنتكلم على الروتيتنج ويت من شويه كان بلوك ويت زائد سترينج ويت. جميل جدا. يبقى انا هنا خدت مصطلح جديد اسمه الاب دراج، وخدت المصطلح الاشمل اللي هو اسمه اب ويت. تمام، عظيم جدا. في مصطلح كمان هنا اسمه اوفر بول. اوفر بول، ايه مصطلح الاوفر بول ده؟ انا هنا المؤشر بتاعي واقف فين؟ واقف على الاب ويت. يبقى انا دلوقتي لما اجي اسحب المسير لاعلى، احنا قلنا الروتيتنج ويت هنفترض انه 100، لما اعمل اب ويت شد المسير بتاعتي لفوق هلاقي الوزن بتاعي زاد بقيمه ال 10 مثلا، فالاب ويت بتاعي 110. جميل جدا. طب انا لقيته 110 خلاص انا مطمن الدنيا تمام. طب لو انا جيت اسحب لقيته 120 فكده الدنيا مش تمام، لان في 10 زياده عن الاب ويت هنا، لان الاب ويت بتاعي طبيعي لازم متفقين انه 110 في المثال ده. طب لقيت 120 يبقى انا عندي 10 زياده فوق الاب ويت. ال 10 زياده فوق الاب ويت دول بسميهم اوفر بول. اوفر يعني زياده، بول عن السحب، يعني انا عندي هنا وزن زياده عن وزن السحب الطبيعي بسميه اوفر بول. ادي مصطلح الاوفر بول. يبقى انا لو عندي السترنج بتاعتي اللي هي لحد هنا كده اللي هو روتيتنج ويت 100، ممكن الاقي الاب ويت بتاعي 110 ما يزيد عن الاب ويت بسميه اوفر بول. دخلت في مرحله الاوفر بول دي، يبقى انا كده رايح لمرحله التايت هول والاستاك اللي احنا لسه متكلمين عليها من شويه. يبقى انا كده الهول بتاعتي ضيقه عليا شويه، او في قوه من تحت مسكاني شويه مخلياني مش طالع بالوزن الطبيعي بتاعنا. المفروض الوزن الطبيعي بتاع الاب ويت بتاعي 110، فانا طالع دلوقتي 120، يبقى ال 10 زياده الاوفر بول دول مضايقني وانا طالع. لو انا معايا 10 وقادر اطلع والدنيا ماشيه معايا بس بسرعه اقل، يبقى انا كده عندي تايت. طب لقيت نفسي الاوفر بول ده، لا ده عمال يطلع من 110 ل 120 والمسير مش قادر تطلع معايا، طب زودت 130 برضه مش قادر تطلع معايا، يبقى الاوفر بول عمال يزيد. ايه ده؟ يبقى انا كده استقيت، ما دام الاوفر بول كونتينيو انكريز ومش قادر اتحرك، هو ده كده رحت لمرحله الاستاك. جميل. طيب بيبقى ليا ماكسيمم اوفر بول ما ينفعش اعديه. ايه الماكسيمم اوفر بول اللي انا ما ينفعش اعديه؟ اللي هو السترينكشن ليميت اللي احنا لسه متكلمين من شويه، اللي هو اقصى شد اقدر احطه على المواسير، لو زودت عنه المواسير تتقطع مني. فهبص الاقي هنا كده، هلاقي هنا مسميه ايه؟ سترينج تنشن. يبقى سترينج تنشن ليميت ماكسيمم اوفر بول كان بي ابلايد اون ذا سترينج، اللي هو اقصى اوفر بول اقدر احط السترينج من غير ما تتقطع. جميل جدا. طبقنا كل دوت دلوقتي على المارتن ديكر قدامنا، وقدرنا نعرف الفرق ما بين الروتيتنج ويت وما بين الاب ويت، وعرفنا معنى الاوفر بول، وعرفنا ايه هو السترينج تنشن ليميت. طيب بتقيس او بتجيب قيمه الاب ويت ازاي؟ برضو الاربع خطوات الموجودين قدامنا في السلايد. هنا بقى هوقف الروتيشن، هوقف البامب، ريز سترينج ويز ا سيلكتد ستاندرد سبيد. Selected Standard Speed. لما كنت أحب أقيس التورك يا جماعة كنت بختار حاجة اسمها Standard RPM. هنا Standard Speed. يعني إيه Standard Speed؟ يعني لما أجي أسحب المسيرة هسحبها بقيمة معينة، لأن لو سحبت المسير بسرعة الدراج بتاعها هيختلف عن لما أسحبها أقل. فإحنا بنبقى عارفين إن أنا بسحب السترنج مثلا في 2 minutes، يبقى خلاص الحفار بتاع النهار والحفار بتاع الليل هيمشي على إن سحب المسير يبقى within 2 minutes، عشان لما اجي اخد الاريات عند نفس الدبس اخد نفس الاريات بالظبط. لقيت الاريات زادت يبقى انا عندي مشكله، لقيت الاريات قلت يبقى عندي مشكله، لكن لو الاريات نفسها يبقى انا كده ماشي وزن النورمال رينج، عشان اقدر اقارن القراءات ببعضها، عشان اقدر اقارن اشوف ماشي نورمال ولا ماشي رايح في منطقه الخطا. عشان كده السبيد اللي بسحب بيها لازم تبقى ثابته مع كل الناس اللي شغاله، نفس فكره الستاندرد ار بي ام في السلايد اللي فات. طيب يبقى انا وقفت الروتيشن، وقفت البامب، سحبت المواسير بالستاندرد سبيد، اقدر رقم اربعه بقى اقدر ان انا ريكورد الويت افتر ستابلايزيشن. يعني انا المفروض لما اجي اسحب هلاقي المؤشر بتاعي بيتحرك وبعدين يثبت، هو ده الستابلايزيشن، يبقى ده الاب ويت بتاعي. يبقى دي فكره الاب ويت يا جماعه.
جميل جدا. اخش في مصطلح تاني اسمه الداون ويت. بكل بساطه كده ده اسمه اب ويت، يبقى الداون ويت اللي هو اللي عكسه. داون ويت يبقى وزن السترنج او القرايه اللي اقراها على مارتن ديكر وانا نازل. اب ويت القرايه اللي اقراها على مارتن ديكر وانا طالع. وقلنا من شويه ان المارتن ديكر هو الويت انديكيتور، مؤشر الوزن. جميل جدا. يبقى ده الداون ويت. السترنج ستيب داون ليميت نفس الفكره، عكس السترنج تنشن ليميت. قلنا السترنج تنشن ليميت اقصى تنشن اقدر احطه على المواسير من غير ما اقطعها او اكسرها. نفس الفكره برضو، سترنج ست داون ليميت اقصى وزن اقدر احطه على الموازين كومبريشن يعني ضغط يعني، من غير ما اعمل للمواسير باكلينج، من غير متني المواسير. يبقى السترنج ست داون ليميت اقصى وزن او اقصى كومبريشن اقدر احطه على المواسير من غير ما اتنيها، من غير ما اعمل لها باكلينج. جميل جدا. نحقق ده على الرسمه بتاعتنا. هنشوف هنا المارتن ديكر قدامنا اهيت. هنا كده مكان ما المؤشر الاحمر بيتحرك كده، ده الوزن اللي هو الروتيتنج ويت بتاعي. ومن شويه كنا شفنا الاب ويت بيبقى اعلى شويه. طيب هنا بقى هشوف الداون ويت. شايف المؤشر نزل ازاي؟ احنا كنا مدينين المثال ان الروتيتنج ويت بتاعنا 100، لما اجي انزل لتحت هبص الاقي المؤشر بتاعي قل شويه، ال 100 بقت 95. ليه بقى؟ انا بنزل لتحت ازاي؟ بنزل لتحت يعني بسيب المواسير تنزل بوزنها، وزنها بيساعد معايا في سحبه المواسير اللي تحت. فبلاقي ال 100 قلت شويه نتيجه سهوله حركه المواسير وسهوله نزولها مع وزنها، فبتقل معايا من ال 100 مثلا بقت 95. الفرق ما بين ال 100 وال 95 بسميه داون دراج. داون دراج اللي هو عكس فكره الاب دراج. جميل جدا. فباجي هنا بقى بلاقي ان الوزن بتاعي الداون ويت بتاعي بيشمل البلوك ويت ثابت زي ما هو مع الفرق او بنقص منه الفرق اللي قل نتيجه وزن الموازير اللي هو ناقص الداون دراج. يبقى الداون ويت هيساوي الروتيتنج ويت ناقص الداون دراج. جميل. والسترنج سيت داون ليميت اللي هو الماكسيمم كومبريشن او الماكسيمم ويت اقدر احطه على المواسير من غير ما المواسير يحصل لها باكلينج، ودي عكس السترنج تنشن ليميت اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه. لما اجي اشوف بقى ازاي اقيس الداون ويت، نفس الفكره برضو، ستوب روتيشن ستوب البامب بعدين لور ذا سترينج ويز ا بري سيلكتد ستاندرد سبيد، نفس الفكره بس هنا لور يعني نزل المواسير بسرعه ستاندرد اللي هي السرعه اللي احنا اتفقنا عليها ما بين الناس اللي شغاله عشان تبقى سرعه ثابته. وبعدين رقم اربعه اقدر اعمل ريكورد للداون ويت افتر استابلايزيشن اللي هو المفروض الوزن هيقل معايا ويثبت خلاص، ما دام الوزن ثبت يبقى هو دوت الداون ويت بتاعي. جميل. دي كده المصطلحات اللي احنا كنا لازم نتعرف عليها قبل ما نبدا ونتكلم على الستاك باي. طيب اتكلمت من شويه ان انا عشان اقيس او اخد القراءات بتاعت الاوزان بتاعتي لازم اوقف البامب، ويمكن شرحتها في النص بسرعه كده ان البامب بتاثر على الوزن بتاعي. يعني السترنج بتاعتي وهي في البير لو البامب مش شغاله يعني ما فيش سيركيليشن هيبقى وزنها مثلا 100. طب لو البامب شغاله تفتكروا كده الوزن يقل ولا يزيد؟ الوزن المفروض انه هيقل من ال 100 يبقى 95 ولا 90. ليه بقى؟ لان زي ما احنا شايفين كده في الرسومات اللي قدامنا دي كده اتجاه السيركيليشن، المفروض ان الطفله بتنزل جوه المواسير تطلع توصل لحد الدقاق وبعدين تخرج من الدقاق. الطفله وهي خارجه من الدقاق بتروح راجعه تاني عشان تمشي في النص، فبترتفع لاعلى زي المؤشر الازرق اللي احنا شايفينه ده. المؤشر الازرق وهو طالع لاعلى والمؤشر الاحمر وهو طالع لاعلى بيعمل لي فورس من تحت، الفورس دي بتشيل شويه المواسير، بتبقى في اتجاه عكس وزن المواسير فبتقلل لي المواسير شويه. جميل. بتقلل لي وزن المواسير شويه. جميل جدا. طيب انا عندي ثلاث حالات للمواسير، يا اما الروتيتنج ويت اللي هي الوزن وهي ثابته، يا اما الداون ويت اللي هو الوزن وهي نازله، يا اما الاب ويت اللي هو وزن المواسير وهي طالعه او بتتحرك لاعلى. جميل. افكت البامب بقى على الثلاثه بيبقى عامل ازاي؟ قال لك والله في الداون ويت انت بتبقى نازل اصلا، يعني انت نازل فانت الوزن بتاع المواسير مساعدك. طب لو البامب كمان شغاله يبقى البامب كمان هتساعدك، هتقلل لك الوزن اكتر، يبقى انا هنا الماكسيمم في الويت هيكون لو انا لتحت والبامب شغال معايا. عشان كده الافضل ان انا اشيل الافكت بتاع البامب عشان اخد الافكت بتاع الداون ويت بس. طيب لما اجي في الاب ويت انا طالع بسحب المواس فوق والسترنج معايا
المفروض ان هي يعني الافكت بتاعها بيبقى فيه دراج اب، الدراج ده بيزيد، فانا عندي هنا وزن بيزيد، عندي الافكت بتاعت البامب، الافكت بتاعت البامب، البامب فورس اللي طالع معايا بتقلل لي الوزن شويه، يبقى انا عندي وزن زياده نتيجه سحب المواسير لفوق، وعندي وزن اقل نتيجه تشغيل البامب، فبيديني هنا المينيمم افكت على الاب ويت. يبقى هنا الماكسيمم افكت في تنزيل الوزن بيكون في الداون ويت، لان الوزن بينزل نتيجه نزول المواسير اللي تحت ونتيجه البامب اللي شغاله، والمينيمم افكت بيكون في الاب ويت، لان الوزن بيزيد نتيجه سحب المواسير لاعلى والوزن يقل شويه نتيجه تشغيل البامب، فهنا بيبقى المينيمم افكت بتاع البامب. طب عشان اريح نفسي من فكره البامب اصلا، قبل ما اقيس الوزن الداون ويت او الروتيتنج ويت او الاب ويت، اروح موقف البامب تماما، يبقى انا كده خدت الافكت بتاع الدراج فقط لا غير. عشان كده لازم اعمل ستوب للبامب وانا بسجل التلات اوزان بتاعتي دي، سواء الروتيتنج ويت ولا الاب ويت ولا الداون ويت، وكده ده التاثير بتاع السيركليتنج بريشر او البامب بريشر او المد بريشر. اوكي، اتمنى دي تكون واضحه. وده التشارت اللي بيوضح نفس الكلام اللي لسه قايلينه من شويه، سواء الاب ويت الخط السوليد دوت بيكون والبامب مش شغاله، والخط الدوتد بيكون والبامب شغاله، وفي الاب ويت الاخضر، وفي الروتيتنج ويت الاسود، وفي الداون ويت الازرق زي ما احنا شايفين كده. ده الاب ويت اهوت السوليد لاين، لو البامب واقفه بيكون الوزن اعلى من الدوتد لاين لو البامب شغاله. نفس القصه في الروتيتنج ويت، نفس القصه في الداون ويت، بس الفرق بقى في الداون ويت بيكون اعلى ما يمكن، والفرق في الاب ويت بيكون اقل ما يمكن، زي ما لسه شارحينها على الصور اللي فاتت. طيب كل الكلام اللي انا قلته ده ايه فايدته؟ يعني ايه فايده الاب ويت والداون ويت وبستخدمه ازاي وبيفيدني ازاي؟ السلايد اللي قدامنا دي موضح لنا شيت صغير كده اسمه دريلر هاند اوفر. ايه الدريلر هاند اوفر ده؟ ده شيت بيسجل فيه كل الكلام اللي احنا لسه قايلينه من شويه. يعني زي مثلا الحفار هيعدي بالسترنج عند دبس 7000 قدم، فخد الروتيتنج ويت عند ال 7000 قدم، وخد الاب ويت عند ال 7000 قدم، وخد الداون ويت عند ال 7000 قدم. طب انا استفدت ايه باللي عمله ده؟ ان انا نازل احفر ولا نازل جوه البير هوصل لحد 11 12000 قدم تحت وهطلع تاني. لما اجي عند ال 7000 قدم دي وانا طالع وانا نازل تاني، المفروض هاخد نفس الاريات دي عند نفس النقطه، المفروض ان انا هقارنها بالقراءات القديمه اللي الحفار كان واخدها. يعني انا عارف ان البيك اب ويت عند ال 7000 قدم كان 125000 مثلا. طب انا جيت بعد كده وانا طالع عند ال 7000 قدم لقيته 140، يبقى انا عندي هنا زياده 15، يبقى انا هنا القرايه غير طبيعيه، يبقى هنا لازم افكر ان انا عندي هنا مشكله، يبقى انا عندي هنا ممكن يبقى عندي كاتنج موجوده في البير، عندي حاجه مخلياني او مدياني صعوبه في الطلوع من البير، يبقى لازم افكر عشان اشوف ايه الحاجه دي واحلها، لان لو ما فكرتش وحلتها هتعمل لي ستاك باي. يبقى دي ببساطه كده الفكره، يبقى انا باخد الاب ويت عشان ابقى عارف النورمال اب ويت ايه، لما اجي في نفس المكان ده اقارن الاب ويت الحالي بالاب ويت اللي انا عارفه اصلا عند النقطه دي، كذلك بالنسبه للداون ويت، كذلك بالنسبه للتورك، كذلك بالنسبه للروتيتنج ويت. ارجو ان دي تبقى واضحه. فده الدريلر هاند اوفر، المفروض الحفار وهو شغال بيملى التايم والديبس والبيانات اللي احنا لسه متكلمين عليها من شويه، وطبعا في بيانات تانية كتير بس انا بتكلم على البيانات اللي تخص الستوك بايب بس، عشان اقدر اقارنها بعد كده واشوف اذا كنت انا ماشي نورمال ولا عندي مشكله. جميل جدا، انا كده خلصت المقدمه. ممكن اسيب اسئله للمقدمه لو حد عنده سؤال في الجزء بتاع المقدمه قبل ما نخش نتكلم على الميكانيزمز. لو حد عنده اي سؤال يا ريت، لو هيكتب لنا سؤال على الشات دلوقتي اهلا وسهلا بيه. في طلاب اي احد عنده سؤال ممكن عن طريق رايزنج هاند او بالشات بوكس. السلام عليكم استاذ. الجزء الاولاني. ايوه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا على المحاضرة الرائعة جدا. سؤال، بس سؤال الدراج هو مو يصير بسبب الفريكشن فورس؟ والفريكشن فورس راح تكون هي معاكسة لاتجاه الحركة مالتي البايبات. زين، وانا نازل وانا نازل للويل، انت قلت الوزن مالتي البايبات راح هو يسيبني انزل، مو تمام؟ زين، هذا فراكشن فورس المفروض تعيقني، لان انا حركتي للاسفل هي المفروض تكون للاعلى. عظيم جدا، تمام. انت قلت ممكن تساعدني. طيب يعني ممكن انا هشرح لي. شكرا جزيلا. طيب نوضحها تاني، اهلا وسهلا. طيب هي الفكره بتاعت حركه المسير اصلا بتتم ازاي؟ الفكره بتاعت حركه المسير
المفروض المواسير بتبقى متعلقه في البكر اللي فوق عن طريق حاجه اسمها الاليفيتور، صح كده؟ وزن المواسير دي 100، انا بحرك المواسير دي ازاي اصلا؟ يعني انا ما عنديش حاجه بتزق المواسير، اللي بيحرك المواسير وزنها، فوزنها هو اللي بيشدك لتحت، وزنها هو اللي بيشدك لتحت. في فريكشن موجود معاك لتحت، الفريكشن ده بيكون عكسه الاعلى، يعني القوه، انت المفروض دلوقتي ان انت نازل، القوه اللي بتشدك بتشدك لتحت، فالفريكشن عكسه الاعلى. فانا عندي وزن نازل اللي هو ال 100، والفريكشن طالع لفوق، الفريكشن ده نفترض هو الخمسة، يبقى 100 ناقص 5 عندي اداني ال 95 بتاعتي. ارجو ان دي تكون وضحت يا اخي. نقولها بالشكل العكسي برضو عشان توضح اكتر. انا بسحب المواسير لفوق، انا المواسير بتاعتي 100، لما اجي بسحبها لفوق فعندي فريكشن فورس. الفريكشن فورس ديت المفروض ان الفريكشن يعني انا بيكون لتحت، ولكن اتجاه القوه بتاعته بتكون عكسيه في الاتجاه الاعلى. نفترض ان هي 5، فانا لو معايا 100 اتضافت معايا قوه فريكشن اتجاه الاعلى، بقى معايا 100 زائد 5 بقى معايا 105، فاداني الاب دراج بتاعي 5 زائد السترنج ويت 100 بقى اداني 105. العكس بتاعها بيتم وانا نازل، انا نازل الوزن بتاعي 100 هسيبه يتحرك هيعمل لي فريكشن، المفروض القوه بتاعتي لتحت، ولكن الايفكت بتاعها الفورس بتاعتها بتكون لفوق. فانا عندي 100 نازله وعندي فوق 5 طالعه، ف 100 ناقص 5 اداني ال 95. مش عارف كده وضحت ولا لسه مش واضحه، ارجو انك تاكد لي. هو واضحة كلش. تمام، طيب كويس جدا. نخش على الجزء الثاني اللي هيبقى تطبيقي بقى لكل الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه، حاجه اسمها ستاك بايب ميكانيزم. الميكانيزم بتاع الستاك بايب دوت او الاليه بتاعت الستاك بايب. طيب عشان افهم الاليه الاول، انا عندي مصطلحين برضو هنا عشان يبقى الفرش او الاساس بتاع الموضوع. عندي حاجه اسمها سبب او قوز او مسبب، وعندي حاجه اسمها ميكانيزم او اليه او قوه. تمام، القوز اللي هو المسبب، احنا عندنا هنا في الصورتين اللي احنا شايفينهم دول، دي صوره هتبين لي فكره المسبب او السبب، وعندي هنا دي صوره هتبين لي فكره الميكانيزم. جميل جدا، زي ما انا شايف كده، دي السرنج بتاعتي او المواسير بتاعتي جوه البيره اهيت، وعندي الجزء الازرق اللي حواليها ده هي الطفله بتاعتي. جوه الطفله في نقط صودا كده كتير، النقط الصودا دي هي الكاتنج اللي موجوده في البيئه. يبقى وجود الكاتنج في الطفله معنى كده ان الطفله بتاعتي مش نظيفه، معنى كده ان الكاتنج ممكن تتراكم عليا في اي وقت في البير بتاعي فتسبب لي مشكله الاستاك. يبقى انا عندي هنا من الصوره اللي واضح عندي السبب اللي ممكن يوصلني للاستاك هو الباد هول كليننج او الكاتنج اللي موجوده في الطفله بتاعتي. جميل جدا. طيب الكاتنج دي موجوده فهي سبب استاك. الكاتنج دي اتجمعت مع بعضها زي مظاهر في الصوره الثانيه كده، اتجمعت فوق الاستابلايزر او فوق الدريل كولر او فوق الماكسيمم ودي اللي موجود في الدريل سترنج بتاعتي. فاتجمعت فوق ايه من فوق؟ نتيجه تجمعها ده عملت قوه مسكت المواسير دي في مكانها، فانا مش قادر اطلع بالمواسير دي من البير. يبقى القوه اللي مسكتني دي هو ده الميكانيزم. ايه اللي وصلني للقوه دي خلاها تمسكني وتسبب لي الاستاك؟ اللي هي القاتنج اللي موجوده في البير او الباد هول كليننج. ارجو برضو ان الفرق بين الكوز والميكانيزم يكون واضح. يبقى الكوز المسبب الرئيسي في الموضوع اللي هي القاتنج او الباد هول كليننج. يبقى انا مش منظف الطفله بتاعتي كويس، يبقى ده السبب بتاع الاستاك. طب ايه الميكانيزم بتاع الاستاك؟ ان نتيجه الباد هول كليننج كان في قاتنج موجوده اللي هو فتات الحفر موجود في الطفله، فالقاتنج ده اتجمع فوق اكبر ودي في السترنج، نتيجة التجمع ده سبب لي قوة، القوة دي مسكتني خلتني معرفش أطلع المواسير. القوة ديت هي اللي أنا بسميها ميكانيزم، يبقى ده الفرق ما بين الكوز والميكانيزم. الكوزز كتيرة جدا، المسببات ممكن تبقى كتيرة جدا للاستاك، يعني ممكن تتعدى ال 20 30 سبب. أما الميكانيزم هم ثلاثة ميكانيزم فقط، ولازم أبقى فاهم الميكانيزم كويس جدا عشان أعرف أتعامل معاه وأحله. ولازم أبقى أعرف المسببات كويسة جدا، لأن لو عرفت المسببات هعرف ازاي امنعها، وبناء عليه اقدر اعمل بريفنشن او امنع ان انا اوصل للاستاك. يبقى معرفه الكوزز مهمه عشان تخليني اعمل بريفنشن للاستاك ما يحصلش اصلا. طب لو الاستاك حصل لازم ابقى عارف الميكانيزم بتاعه عشان اعرف اتعامل معاه، لان كل ميكانيزم ليه طريقه حل معينه، واحنا اتفقنا ان احنا هي ثلاثه ميكانيزم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الميكانيزمز، مش هنتكلم عن ايه الكوزز،
وهنعرف ازاي نحدد الميكانيزمات دي، لان المره اللي جايه ان شاء الله هنعرف ازاي نحل كل ميكانيزم او نحل الصك في كل ميكانيزم. جميل، هنتكلم عن الميكانيزمز. عندي ثلاثه ميكانيزم خاصين بالستاك باي، حاجه اسمها هول باك اوف وبريدج. الهول باك اوف حاجه والبريدج حاجه، لكن اساسهم واحد، في فرق بسيط ما بينهم هنعرفه دلوقتي. يبقى هول باك اوف وبريدج ده الميكانيزم الاولاني، عشان كده جمعناهم في ميكانيزم واحد، لان سببهم واحد وشكلهم واحد والتعامل معهم في حلهم واحد. الميكانيزم الثاني ديفرنشال ستاك او ديفرنشال ستيكينج. الميكانيزم الثالث والبور جيومتري. هنتكلم عن الثلاثه دول دلوقتي بالتفصيل ونعرف الفروق ما بينهم، وان شاء الله رب العالمين المحاضره الجايه هنعرف ازاي نتعامل معاهم عشان نحلهم. جميل جدا. الميكانيزم الاولاني زي ما سميناه هول باك اوف وبريدج. ايه الهول باك اوف والبريدج؟ من اسمه كده، باك اوف جايه من باكينج، جايه من اللي هو السيلينج، جايه من الايزوليشن، حاجه عملت لي باكينج، عملت لي، شفت انت كده لما يجي نتكلم على الرابر نقول عليه باكينج اليمنت، واخد بالك؟ طيب هنيجي في الصوره دي، هو ده الهول باك اوف. هول باك اوف يعني كاتنج جمعت حوالين الدريل بايب بالشكل الغريب ده وعملت لي كومبليت سيل للانالوس او كومبليت بلاج للانالوس، فكده الانالوس بتاعي، الانالوس اللي هي المسافه الحلقيه ما بين الدريل بايب والهول، الانالوس بتاعتي اتملت بالكاتنج لدرجه ان هي عملت لي كومبليت ايزوليت للانالوس. لما اجي اعمل سيركيليشن الطفله بتاعتي مش هتطلع لان الطريق بتاعها مسدود. ادي معنى كلمه باك اوف. جميل جدا. طب ايه كلمه بريدج؟ نشوف الصوره الثانيه عشان نفهم البريدج. زي ما انت شايف كده عندي كاتنج اتجمعت، بس الكاتنج مش عامله لي ايزوليشن للانالوس. يعني لو نلاحظ هنا هنلاقي الكاتنج صغيره خالص، نتيجه صغرها ده اتجمعت فوق بعضها، مفيش برميابيليتي ما بينها وبين بعضها، عشان كده الطفله مش هتقدر تعدي منها، عشان كده عملت لي كومبليت ايزوليشن للانالوس. لما اجي اشوف الصوره الثانيه هلاقي الكاتنج كبيره شويه، كانه حجر كبير او زلط كبير، فلما جمعت فوق بعضها لسه في فراغات ما بينها وبين بعضها، لو في سيركيليشن هقدر اعمل سيركيليشن، لكن السيركيليشن هنا ليست فول سيركيليشن ولكن ريستريكتد سيركيليشن، السيركيليشن مخنوقه شويه. تمام، يبقى هنا في الباك اوف مش هقدر اعمل سيركيليشن لان الانالوس كومبليتلي ايزوليتد او كومبليتلي بلاج. اما هنا هقدر اعمل سيركيليشن ولكن ليست فول سيركيليشن لان في جزء قفل لي الانالوس بس لسه ستيل في مسمى بينها وما بين بعضها، فيبقى في سيركيليشن بس مخنوقه شويه، ليست بنفس القوة السيركيليشن العادية، ليست فول سيركيليشن. ادي ببساطة كده كلمة الهول باك اوف والبريدج الميكانيزم الاولاني، وسببه غالبا بيكون تساقط القاتنج حوالين الدريل سترينج زي ما احنا شايفين في الصورتين دول، وعرفنا الفرق ما بين الاثنين. يبقى هنا ببساطة كده هنا ما فيش سيركيليشن، هنا في سيركيليشن ولكن ريستريكتد سيركيليشن. يا ريت نركز في الحته دي عشان هتبقى لغز حل مسائل بعدين ان شاء الله. يبقى كده ده الميكانيزم الاولاني. لما اجي اتكلم على الميكانيزم الثاني وهو الديفرنشال ستيكينج. ديفرنشال من اسمه كده ديفرنشال، عندي ديفرنشال يعني عندي حاجتين قصاد بعض، حاجه اعلى من الثانيه، ففي ديفرنشال ما بينهم، في فرق ما بينهم. عندي اتنين بريشر، بريشر عالي وبريشر قليل، فعندي ديفرنشال بريشر، عندي دلتا بي، عندي فروق في البريشرات ما بين طرفين معينين عندي في البير. طيب ايه الطرفين اللي عندي في البير اللي هقدر احسب عنهم ديفرنشال؟ نروح للصوره اللي احنا شايفينها دي. الطرف الاولاني هي الفورميشن، ولتكن هي الفورميشن الصفراء دي، والطرف الثاني هو البير. انا عندي بريشر موجود في البير اللي انا بسميه هيدروستاتيك بريشر، اللي هو البريشر اللي ناتج عن ضغط عمود السائل اللي موجود في البير، اللي هي الطفله اللي موجوده في البير، فده بسميها هيدروستاتيك بريشر. يبقى انا عندي هيدروستاتيك بريشر هنا في البير، وده الطرف الاولاني. والطبقه بتاعتي اللي هي الصفرة دي جواها فلويد، الفلويد ده ليه ضغط، بسميه فورميشن بريشر. يبقى انا عندي هنا ضغطين متقابلين، عندي فورميشن بريشر مقابل للهيدروستاتيك بريشر، الفرق ما بين الاثنين دول بسميه ديفرنشال بريشر. جميل جدا. زي ما كلنا عارفين وزي ما كلنا درسنا في الاول كنترول، ان الهيدروستاتيك بريشر لازم يكون اعلى من الفورميشن بريشر عشان ما تحصليش مشكله الويل كنترول.
لان الهيدروستاتيك بريشر اللي جوه البير لو اقل من الفورميشن بريشر بتاع الطبقات، الفلويد اللي جوه الطبقات هتبقى اكبر ضغطا، فهتطلع من الطبقه وتخش لي في البير، يبقى انا كده حصل لي انفلكس او كيك او حصل لي ويل كنترول. تمام. طيب فانا في العادي عشان اشتغل صح ويبقى البير بتاعي اندر كنترول، لازم الهيدروستاتيك بريشر تبقى اعلى من الفورميشن بريشر. ومن هنا بيجي لي دي كلمه ديفرنشال بريشر. ديفرنشال بريشر اللي هو الفرق ما بين الهيدروستاتيك بريشر والفورميشن بريشر، او اللي احنا بنسميه بلغه الويل كنترول اوفر بالانس. اوفر بالانس. طيب يبقى انا عندي فرق في الضغوط ما بين الهيدروستاتيك بريشر وما بين الفورميشن بريشر، ادي معنى كلمه ديفرنشال ببساطه. جميل. هل يا ترى ده ممكن يسبب لي ستاك؟ اه طبعا ممكن يسبب لي ستاك، بس بشروط معينه. بشروط معينه، اولا لازم يبقى عندي ديفرنشال بريشر اللي هو الفرق بين الضغطين، وفهمنا ده جه منين. لازم السترنج تبقى ملاصقه للفورميشن، السترنج اللي هي الرصاصه دي، ملاحظين ان هي ملاصقه للفورميشن الصفراء دي، ادي الشرط الثاني. يبقى انا لازم يبقى عندي فرق في الضغوط اللي هو الديفرنشال بريشر، ولازم السترنج تبقى ملاصقه للفورميشن، ادي الشرط الثاني. الشرط الثالث، لازم السترنج دي تبقى ستيشنري، ثابته ما بتتحركش. تمام. طيب الشرط الرابع، لازم يبقى عندي الفلتر كيك. شايفين الرصاص الغامق اللي ما بين السترنج والفورميشن ده؟ ده بسميه فلتر كيك. لازم يبقى عندي فلتر كيك. جميل جدا. ولازم الطبقة بتاعتي اللي هي الصفرة دي تبقى بريمابل. ده الشرط الخامس. يبقى أنا عشان يحصل عندي الديفرنشال ستاك ده، لازم يبقى عندي خمس شروط متحققين، هنكتبهم دلوقتي وهنفهمهم بعدين بالتفصيل. الشرط الأولاني إن لازم يبقى ليا فرق، عندي فرق في الضغوط ما بين الفورميشن بريشر والهيدروستاتيك بريشر لصالح الهيدروستاتيك طبعا. الشرط الثاني ان المواسير تكون ثابته غير متحركه، لانها لو متحركه مش هيحصل الديفرنشال ستاك. الشرط الثالث ان المواسير تبقى ملاصقه للطبقات، لان لو بعيد عن الطبقات مش هيحصل الاستاك، وهنعرف بعد كده ليه. الشرط الرابع ان يبقى عندي فلتر كيك، ويبقى الفلتر كيك طبعا بتبقى موجوده ما بين المواسير وما بين الطبقات، وبناء عليه المواسير لازقه في الفلتر كيك ولازقه في الطبقات. الشرط الاخير والخامس ان لازم يبقى الطبقه بتاعتي تبقى بريمابل، يعني فيها بريمابيليتي. دي الخمس شروط بتاعه الستاك بايب. لو واحده منهم مش موجوده الستاك بايب مش هيبقى الديفرنشال ستاك بايب ما يحصلش. عشان كده لما اجي اعمل بريفنشن ان شاء الله، انا دي المسببات بتاعته، عشان اعمل بريفنشن لازم امنع واحده من المسببات دي. نفس فكره مثلث الحريق كده، لو ضلع من الثلاثه مش موجود الحريقه مش هتحصل. يعني لو ما فيش اكسجين الحريقه مش هتحصل، لو ما فيش لهب الحريقه مش هتحصل. نفس القصه، بس هنا خمس شروط. لو شرط ان الخمسه دول مش موجود او مش متحقق الديفرنشال ستيكنج مش هيحصل. بس يبقى كده ببساطه انا عايزك تفهم دلوقتي الفكره بتاعه الميكانيزم بتاع الديفرنشال ستيكنج. الميكانيزم هنا ناتج عن ايه؟ ناتج عن فرق قوه. قوه بريشر موجود في البير اقوى من البريشر بتاع الفورميشن، بيزق لي المواسير دي ويخليها لازقه ماسكه لي في الفورميشن، اجي اشدها مش قادره تطلع من مكانها. هو ده الميكانيزم بتاع الديفرنشال. يبقى احنا عرفنا الميكانيزم بتاع الباكوف، كاتنج مسكاني، جمعت عليا مسكيت، ده الميكانيزم بتاع الباكوف. الميكانيزم بتاع الديفرنشال، عندي ضغطين مختلفين، الضغوط دي كبيره بما بالقدر الكافي اللي يمسك لي المواسير، لما اجي اسحبها ما اقدرش اسحبها فيما يعني في ظروف معينه تتحقق الخمس شروط اللي قلنا عليهم. يبقى ده ببساطه كده ايه الديفرنشال ميكانيزم. جميل جدا. اخش على الميكانيزم الثالث والاخير. الميكانيزم الثالث والاخير وهو ويل بور جيومتري. ويل بور جيومتري، ايه الويل بور جيومتري؟ من اسمه كده، ويل بور اللي هي الهول بتاعتي او البير بتاعي، جيومتري اللي هو الشكل الهندسي بتاعها. يبقى الميكانيزم ده اللي بينتج عنه الاستاك نتيجه الشكل الهندسي بتاع البير. جميل جدا. نيجي نشوف الشكل اللي قدامنا ده. الشكل اللي احنا شايفينه ده، شايفين ده البير بتاعك، شايف في زاويه كبيره او بنسميها دوج ليج، او بتبقى يعني انحراف في الزاويه بشكل كبير زي ما انت شايف كده. فالمفروض المواسير بتبقى موجوده هنا اللي هي الرصاصيه دي، تيجي تسحبها المفروض ان هي تبقى تطلع بالشكل الطبيعي، تطلع في نص البير كده، لكن نتيجه الكتف الكبير او الدوج ليج الكبيره او الزاويه الكبيره دي المواسير بتبقى محشوره فيها. فجاه اسحبها المواسير الرفيعه تعدي منها عادي، تيجي المواسير التخينه بعد كده او الاودي بتاعها كبير تروح حشرالي في الهول دي او في الكتف ده، ما اعرفش اسحب المواسير. يبقى انا هنا حصل لي ستاك نتيجه ان الشكل الهندسي بتاع البير يعني زاويته عاليه او في دوج ليج كبيره زي ما احنا شايفين كده،
فالبي اتش اي او الاوديل الكبير انحشر فيها ومش قادر اسحبه منها، فبيخليني انا مش قادر اسحب المصير خالص، فيحصل لي الاستاك باي. يبقى ده الويل بورجيومتري الاولاني او النوع الاول من الويل بورجيومتري، لان الويل بورجيومتري بيحصل نتيجه نوعين. ده النوع الاولاني اللي هو نتيجه زاويه البير او الشكل الهندسي للبير. النوع الثاني زي ما احنا شايفينه في الصوره الثانيه دي بيبقى ناتج بقى هنا عن الاستيفنس بتاع الدريل سترينج او الاستيفنس بتاع البي اتش اي. يعني ايه الاستيفنس؟ المواسير بتاعتي او البي اتش اي بتاعتي بيبقى فيها حاجه اسمها ستابلايزرز او ريمرز، تبقى الاودي بتاعتها اكبر ما يمكن او اكبر حاجه في السترينج. كل ما الاستابلايزرز او الريمرز او الدريل كولرز تزيد بشكل اكبر في البي اتش اي بتاعتي بتخليها ستيف، ستيف يعني ناشفه اكتر. طب كل ما تقل تخليها مرنه اكتر، ليس ستيفنس بتخليها مرنه اكتر. فانا دلوقتي لو بصيت للصوره العليا دي اللي انا بحرك عليها المؤشر ده، الصوره دي لو انت ملاحظ كده ده الدقاق اهو، وعندك هنا ستابلايزر، وعندك هنا بقيه الدريل سترنج. لو دي الدريلنج اسامبلي بتاعتك وانت حفرت لحد ما وصلت للدي وخلاص طلعت جميل، يبقى دي كان ليها ستيفنس معين. بتنزل بعد كده عشان تعمل وايبر تريب او تعمل كونديشن تريب، فانت غالبا بتبقى الكونديشن تريب بتاعتك الاستيفنس بتاعتها اعلى، فانت بتحط اكتر من ستابلايزر. شايف ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثه. انت بتعمل كده ليه؟ بتعمل كده عشان تبقى نازل استيفنس عاليه شويه، عشان تعمل ريمنج للهول وتنظف الهول بتاعتك بشكل كويس، بحيث لما تيجي تنزل بالكيسنج او الكومبليشن ينزل معاك بسهوله، ما تستكش او تحصل لك مشكله. ولكن نتيجه الاستيفنس العاليه اللي انت حاططها دي ممكن تحصل لك مشكله الاستاك اصلا. يعني انت هنا نازل بسترنج مرنه فيها ستابلايزر واحد حفرته وخلصت وطلعت، تيجي بقى تنزل بالستيف ريمنج اسامبلي بتاعتك نتيجه التلاتة استابلايزر او اكتر اللي انت حاططهم دول، هنا الاستيفنس زياده، فتيجي تنزل جوه الهول اللي انت كنت ماشي فيها باستيفنس اقل تلاقي نفسك حشرت فيها، فتسبب لك الاستاك، تيجي تطلع ما تعرفش تطلع كده استاكيت. يبقى انا دلوقتي والبورجيومتري ميكانيزم بيحصل عن طريق حاجتين، يا اما الهول نفسها يبقى الشكل بتاعها في زوايا عاليه ودوج ليج زي الصوره الاولانيه، او ان انا ببقى نازل بسترنج الاستيفنس بتاعتها عاليه نتيجه الاستابلايزرز اللي موجوده فيها زي ما احنا شايفين في الشكل ده. جميل، ده كده ببساطه فكره الويل جيومتري والقوه اللي ممكن تمسكها او تسبب لك الاستاك في حاله الويل بور جيومتري. جميل، يبقى انا كده عرفت الثلاثه ميكانيزم اللي عندي. يبقى انا يوم ما يحصل عندي استاك لازم احدد الاول انا مستاك باي ميكانيزم من الثلاثه دول، لان لما اجي احل الباكوف ليه طريقه للحل غير الطريقه بتاعه الديفرنشال غير الطريقه بتاعه الويل بور جيومتري. زمان اول ما اشتغلنا بقى وكنا لسه مخلصين الكليه كانت كل الناس كده كان في حاجه غريبه كده، اللي يحصل عنده استك عمال يضرب لي جار. اكيد كلنا عارفين الجار، ولو ما نعرفوش هنعرفه بعدين ان شاء الله في محاضراتنا اللي جايه. الجار ده آلة كده بتعمل رجرجه عشان اقدر افك الاستك، فكل الناس بتضرب الجار اللي فوق، اسمه جار اب، يضرب الجار اللي فوق. مع العلم ان في احد انواع الميكانيزمات دي لو ضربت جار اللي فوق هيزود لي المشكله اكتر مش هيحلها لي، بس الناس زمان ما كانتش تعرف غير حاجه اسمها جار اب، ما اعرفش ليه، رغم ان الجار ممكن يشغل جار اب وجار داون. طيب انا بناء على نوع الميكانيزم بتاعي هحدد اذا كنت هشتغل جار اب ولا جار داون. في بعضهم ينفع معاه الجار اب، وفي بعضهم ينفع معاه الجار داون، وفي بعضهم ما ينفعش معاه الجار اب، وفي بعضهم ما ينفعش معاه الجار داون. عشان كده مهم جدا احدد الميكانيزم عشان اقدر احط طريقه الحل بتاعته واحلها بشكل سليم. تمام، ده كده ببساطه ايه فايده ان انا اعرف الميكانيزمات دي. يبقى فايده الميكانيزم ان انا اعرفه عشان اقدر احله، عشان اعرف احط احله بالشكل السليم. خلينا نقول جميل. طيب ببساطه كده، ودي هتبقى نهايه محاضرتنا النهارده، هي الستاك بايب كالكوليتر. ايه الستاك بايب كالكوليتر دي؟ هو زي ما انتم شايفينه كده، يعني هي مش هنطبق عليه دلوقتي بس هديكم فكره عنها وهشرحها لكم دلوقتي على الثلاثه ميكانيزم اللي ورا. الستاك بايب كالكوليتر دي بتبقى شيت كده مكون من ثلاث اجزاء او اربع اجزاء. الجزء الاولاني فيه بيقول لي ازاي تحدد الميكانيزم بتاعك، اللي هو الجزء اللي احنا شايفينه قدامنا ده، كيفيه تحديد الميكانيزم. حتى هو كاتبها اهو، ستيب 1 ديترماين ذا ستيكينج ميكانيزم. دي اول خطوه لازم اعرفها عشان اقدر احل بشكل سليم. طيب ازاي احل الميكانيزم بتاعي او اعرف الميكانيزم بتاعي؟ هرجع ورا شويه كده عشان همر معاكم على الثلاثه ميكانيزم. عشان احل او اعرف الميكانيزم بتاع الاستاك بتاعي او نوع الاستاك بتاعي ايه، ببساطه كده انا هدي لنفسي سؤالين. السؤال الاول، ما هي
السيركيليشن بعد الاستاد. هل في سيركيليشن ولا ما فيش سيركيليشن؟ طب لو في سيركيليشن هل هي فول سيركيليشن ولا ريستريكتد سيركيليشن؟ يبقى ده سؤال. السؤال الثاني، ما هي حركه المواسير قبل الاستاد؟ هل يا ترى كانت بتتحرك لفوق ولا بتتحرك لتحت ولا كانت واقفه في مكان؟ يبقى انا عندي السؤالين دول، سؤال عن الحركه قبل الاستاك مباشره وسؤال عن السيركيليشن بعد الاستاك مباشره. لو قدرت اجاوب على السؤالين دول بشكل سليم هقدر احدد الميكانيزم بتاعي. طب تعالوا نطبق مع بعض. لما نيجي للميكانيزم الاولاني بتاع الهول باك اوف، يا ريت نكون بنكتب الحته دي عشان مهمه جدا لان هي اساس الاستاك. لما اجي في الهول باك اوف، قلنا الهول باك اوف ناتج عن سقوط الكاتنج عليا. طب سقوط الكاتنج دي ممكن تسقط عليا وانا بتحرك لفوق ولا وانا بتحرك لتحت ولا وانا واقف في مكاني؟ مش هتفرق، ممكن الكاتنج تقع عليا وانا طالع وممكن تقع عليا وانا نازل وممكن تقع عليا وانا واقف في مكاني. يبقى الاجابه بتاع السؤال الاولاني ان انا في الباك اوف ممكن اكون بتحرك وممكن اكون ثابت، فدي مش هتفرق معايا هنا الحركه بتاعت المسير في حاجه. يبقى ده الاجابه على السؤال الاولاني. طب الاجابه على السؤال الثاني، السيركيليشن بعد الاستاك في الباك اوف، هل يا ترى في سيركيليشن ولا مفيش؟ احنا اتفقنا من شويه ان مفيش سيركيليشن نتيجه انه بيبقى قافل الانالوس. يبقى هنا الاجابه هنا نو سيركيليشن، هلاقي مفيش معايا سيركيليشن، هاجي البمب شغاله بس مفيش طفله بترجع لي من الانالوس، وهلاقي البريشر بتاع البمب بريشر بيزيد معايا نتيجه الخنق اللي هو خنقولي في الانالوس. يبقى هنا اللي يجاوب لي على الميكانيزم ده لو انا ما عنديش سيركيليشن، يبقى خلاص السيجنتشر او الامضى او العلامه المميزه بتاعه الهول باك اوف هو انه ما فيهوش سيركيليشن. جميل جدا. يبقى انا كده لما جاوبت على السؤالين بالنسبه للسؤال الاولاني في الباك اوف مش فارق معايا اللي هو بتاع الحركه، لان ممكن اكون بتحرك فوق وتحت او واقف، ما فيش حاجه مميزه لي هنا، ولكن اللي هيميزه ان نو سيركيليشن افتر ستاك. ده رقم واحد في الهول باك اوف. طب نيجي في البريدج، الهول بريدج، برضه نفس القصة، هجاوب على السؤال الأولاني، حركة المواسير قبل الاستاك مباشرة مش تفرق معايا لأن الكاتنج هتقع عليا زي ما اتفقنا برضه وأنا بتحرك أب أور داون أو وأنا واقف في مكاني، فده ما فيش حاجة مميزة ليه. طب إيه المميز هنا؟ السؤال الثاني، حالة السيركيليشن بعد الاستاك، هل يا ترى في سيركيليشن ولا ما فيش؟ في سيركيليشن، ولكن السيركيليشن ريستريكتد سيركيليشن. يبقى أنا لما السيركيليشن تبقى ريستريكتد يبقى هو الهول بريدج على طول، ما عنديش سيركيليشن يبقى هو الهول باك أوف على طول. يبقى كده السؤال بتاع السيركيليشن هو اللي جاوب لي على الميكانيزم بتاع الهول باك اوف والبريدج. ده بالنسبه للهول باك اوف والبريدج، وقدرت احدده ازاي؟ مفيش سيركيليشن هول باك اوف، ريستريكتد سيركيليشن يبقى هول بريدج. جميل، خش على اللي بعده، الديفرنشال ستيكنج. اقدر احدد الميكانيزم بتاع الديفرنشال ستيكنج ازاي؟ قال لك تعالى نجاوب على السؤال الاولاني، السيركيليشن بعد الاستاك، السيركيليشن هنا في سيركيليشن ولا مفيش؟ طب ما تيجي نشوف كده. اه والله الهول مفتوحه اهيت، ما فيش حاجه قافلاها، هيبقى عندي سيركيليشن. طب في حاجه عامله لها ريستريكشن؟ لا برضه ما فيش حاجه عامله لها ريستريكشن، يبقى السيركيليشن عندي هنا فول سيركيليشن. يبقى انا ما عنديش حاجه هنا في السيركيليشن تميزها لي، فول سيركيليشن، سيركيليشن عاديه خالص. جميل. طب حركه المواسير قبل الاستاك على طول، لو تفتكروا من شويه كنت قلت لكم احد الاسباب ان في خمس اسباب هتسبب لي ديفرنشال ستيكنج، واحده منهم ان لازم المواسير تبقى ثابته لان المسير لو بتتحرك مش هيحصل لي الديفرنشال ستيك. يبقى انا هنا اللي بيميز لي الديفرنشال ستيكنج ان المسير بتبقى ثابته، دي السيجنتشر، دي العلامه المميزه. يبقى المسير لازم تبقى ثابته قبل الاستاك على طول، وغالبا بيحصل بعد الكونكشن على طول بتاعه المسير. ليه؟ لان الكونكشن ببقى حاطط المسير على السليبس، اخلص الكونكشن واجي اتحرك ما الاقي نفسي ما بتحركش، يبقى ده ديفرنشال في الغالب. اجي سيركل الاقي عندي سيركيليشن عادي. يبقى السيجنتشر او العلامه المميزه بتاعه الديفرنشال ستيكنج ان حركه المسير قبل الاستاك ستيشنري ثابته. جميل، يبقى كده جاوبت على السؤالين هنا وعرفت ازاي احدد الديفرنشال. اخش على اللي بعده، لما نيجي هنا ونشوف السيركيليشن، حاله السيركيليشن بعد الاستاك، شايف هنا مفيش حاجه قافله لي الانالوس، الانالوس مفتوح، يبقى السيركيليشن عاديه برضه. ماشي، يبقى اجي للناحيه الثانيه، طب انا لما استك وانا مع السبلايزرات في حاجه قافله لي الانس او حاجه عامله لي ريستريكشن؟ لا، السيركيليشن موجود، يبقى هنا السيركيليشن غير مميز. طب نيجي نشوف الحركه بقى، انا هنا في الحاله دي استقيت امتى؟ وانا بشد المواسير اللي فوق، وانا بشد المواسير اللي فوق راحت خبطه في الكتف ده فوقفت، يبقى انا هنا موفينج اب، يبقى الويلبور جيومتري موفينج اب، لازم اكون موفينج اب ومعايا فول سيركيليشن، او
اجي هنا انا اتسقيت ازاي وانا موفينج داون، يبقى انا هنا كنت موفينج داون ومعايا فول سيركيليشن. تعال نقارن بين الثلاثه تاني كده عشان نثبته في دماغنا. لو انا معايا فول سيركيليشن هيبقى حاجه من الاثنين، يا اما ديفرنشال يا اما ويل بور جيومتري. جميل، ايه اللي يفرق معايا ويخلي لي اعرف الديفرنشال من الويل بور جيومتري؟ الموفمنت بتاعت المواسير. لو المواسير ثابته يبقى ديفرنشال، لو المواسير متحركه سواء فوق او تحت يبقى ويل بور جيومتري. ده الكلام ده في حاله ان انا عندي فول سيركيليشن. طب لو عندي ريستريكتد سيركيليشن هول بريدج، طب لو عندي نو سيركيليشن يبقى هول باك اوف. ارجو ان دي تكون سهله يا جماعه، وهقف هنا دقيقه للاسئله لو حد عنده اسئله. السلام عليكم استاذ احمد. عليكم السلام ورحمه الله، اهلين يا اخي. وياك يوسف. انا بس عندي سؤال بصراحه هاي الجزئيه، اريد الفرق بين المصطلحين اللي هو الدوغليج والكي سيت. الدوغليج والكي سيت، جميل جدا. الدوغليج اللي هي الزاويه، يعني دوغليج بمعناها كده هي رجل الكلب. نعم، اللي هي الزاويه هسه الظاهره بالصوره. استاذ احمد جيت تسمعني؟ أستاذ أحمد إذا تسمعني الصوت قطع.
السلام عليكم. سامحونا على انقطاع الصوت. عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيكم. طيب احنا كنا وقفنا على الستيب نمبر 1 اللي هي الماينج الستيكنج ميكانيزم، وقلنا ان هي عباره عن سؤالين احنا حاطين الحالات بتاعه كل سؤال من الاسئله دي، الحاجه اللي بتنطبق عليها السؤال ده في كل ميكانيزم بنحطه قدامه واحد، والتي لا تنطبق عليها الحاله دي بنحطه قدامه صفر زي ما احنا شايفين. ونجاوب على السؤال الاولاني ونفترض ان هو الخط الاولاني ده، ونيجي نجاوب على السؤال الثاني ونفترض ان هو الخط الثاني ده، ونروح مجمعين كل رقمين، يعني هنا واحد هنا صفر، يبقى التوتال هنا هحط واحد تحت الباك اوف. طيب البريدج هنا واحد هنا صفر، يبقى هنا في واحد تحت البريدج. هاجي هنا الديفرنشال صفر وواحد، هيبقى هنا واحد برضه تحت الديفرنشال. لما اجي قصاد الجيومتري هلاقي واحد وواحد، يبقى الاجابه تحتها تبقى اتنين، يبقى كده الاجابه بتاعتي بقت جيومتري. هشوف الرقم اللي هيطلع قدامه اتنين هيبقى هو الاختيار السليم او هو الميكانيزم السليم بتاعي. ده كده ببساطه فكره التحديد عن طريق الشارت. يبقى انا فهمتها، لو انا فهمتها بالطريقه الشرح اللي انا لسه قايلها من شويه انا مش محتاج الشارت في حاجه، لكن لو في صعوبه عليا في فهمها هبتدي اطبقه في الشارت، هجاوب على السؤالين وبعدين اجمع الرقمين تحت كل ميكانيزم، والله هيطلع اتنين هيبقى هو دوت الميكانيزم بتاعي. وبكده نبقى دي المرحله الاولى او الاساسيه اللي اقدر احل بيها مشكله الاستاك، ان لازم اعرف الميكانيزم بتاعي هو ايه في الاساس. طيب احنا كده فهمنا الميكانيزم وفهمنا المصطلحات الاساسيه، اتمنى ان هي تبقى واضحه للجميع، وان شاء الله رب العالمين المحاضره القادمه اللي هي راح تكون بكره هيبقى فيه اسئله هنطبق على فكره الميكانيزمات دي. بكره ان شاء الله رب العالمين هعرض عليكم الاسئله دي وهنحلها مع بعض، ولو في فرصه النهارده ممكن ابعتها لكم لو حد حابب يفكر فيها، وبعدين نبقى نتكلم فيها بكره ان شاء الله رب العالمين، تبقى هي بدايه المدخل بتاعه المحاضره بتاعه بكره. فاتمنى المحاضره تكون واضحه، اتمنى ان انا كنت ضيف خفيف عليكم، واتمنى اسمع اسئله، لو في اي اسئله اهلا وسهلا بيها نقدر نجاوبها قبل ما ننهي المحاضره. فانا مع حضراتكم، اهلا وسهلا. الو حضراتكم سامعيني؟ نعم اذا اي شخص عنده سؤال يقدر تفضل. طيب ده معنى كده ان انا شاطر قوي، معنى كده ان انا يعني الحمد لله رب العالمين الكل فاهم والشرح واضح، فده شيء يسعدني يعني. بس اتمنى ان فعلا يكون الشرح واضح يعني. تمام يا استاذ، اعطيكم اسئله بالشات ممكن يعرضها خليل. تمام هو صارت خليل I'll take the role. يقول بالستاك بايب انه الار بي ام تزيد، الار بي ام تزيد مع الستاك بايب، كيف راح تزيد مع الستاك بايب؟ فهمني السؤال اكثر. هو كاتب ناصر، اذا ممكن توضح سؤالك اكثر ممكن تسوي ريس هاند. الار بي ام تفيد الستاك بايب؟ تفيد طبعا 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 تفيد. ما انا لما اجي احل هي الستاك بايب يعني الموضوع بيبقى اصعب، لو انا فاقد الار بي ام حل الستاك بايب هيبقى اصعب، لو انا فاقد السيركيليشن هيبقى الستاك بايب اصعب، لو انا فاقد الموفمنت هيبقى الستاك بايب اصعب. يعني انا ممكن اكون مش قادر اطلع من البير بس قادر انزل، فهنا عندي فرصه ان انا اتحرك بالمواسير فتساعدني في حل المشكله. ممكن اكون مش قادر اطلع بالمواسير بس معايا ار بي ام، هتساعدني كتير جدا. ممكن اكون مش قادر اطلع بالمواسير بس معايا سيركيليشن، السيركيليشن هتساعدني. فالار بي ام طبعا بتساعد في الحل، ويا ريت يعني ايه دي هنفهمها بشكل اكبر لما يجي نتكلم بقى على كيس ستادي وازاي نحل وايه هي طرق الحل في الاساس، ودي هنتكلم عليها ان شاء الله المحاضره اللي جايه ان شاء الله اللي هي غالبا ممكن تكون بكره ان شاء الله. تمام استاذ، حقيقه انا سالت السؤال ويمكن فصل عندي النت، لكن الشباب قالوا حضرتك جاوبت، فان شاء الله انا ارجع بالمحاضره حتى اسمع الجواب. السؤال اللي بعده يقول بحاله الهول جيومتري هل عندي ار بي ام او بتكون ضعيف؟ على حسب يعني، على حسب ساعات بيحصل معاك ان انت يبقى عندك الار بي ام وممكن لا، يعني كي سيت اللي احنا فيه ده مثلا ممكن يبقى معاك ار بي ام، احنا لسه شارحين الكي سيت من شويه،
فانت الماسوره جوه الكي سي ده ممكن يبقى معاك ار بي ام لكن مش قادر تطلع نتيجه ان الاستابلايزر محشور في الكتف او في الدوج ليج دي من تحت، فانت مش قادر تطلع لكن ممكن يبقى معاك ار بي ام، ده اسمه ستاتيك. طيب تعالى في الانحشار بقى اللي هو الحاله الثانيه اللي هو ستيفنس العاليه، غالبا هنا مش هيبقى معاك ار بي ام. ليه بقى؟ لانك انحشرت واتمسكت وانت نازل، فانت مش قادر تطلع اللي هو مثلا وانت نازل، فانت انحشرت فانت مش قادر تسحب المواسير اللي فوق، غالبا مش هيبقى معاك ار بي ام هنا. لكن في الكي سي ممكن يبقى معاك ار بي ام عادي خالص. فالار بي ام مش محدد ليك في الميكانيزم في حاجه، ولكن هي عامل مساعد ليك لو هي موجوده. اهلا وسهلا. تمام استاذ واضح. استاذ عندي سؤال بخصوص الديفرنشال ستيكينج، هو اكثر جزء تمام. هو معرض للديفرنشال ستيكينج هو الدروب كولر، مو صحيح؟ كون الدايمتر المفروض ان هو عشان الدايمتر بتاعه كبير، ولكن مش اساسي يعني. هو الدايمتر بتاعه كبير ممكن يبقى الكونتاكت اريا بتاعته اكتر، بس تعالى بقى في الكلام ده لو احنا بنتكلم بقى على اساس ان احنا في فيرتيكال هول والدنيا الدنيا بيس وبتاع. طيب استاك زي اللي انا كنت فيه امبارح ده كان معايا 200 قدم 4.5 انش تيوبنج، وبعد كده كل المواسير عندي بعد كده للسيرفس، وكان عندي 2 باكر السايز بتاعهم اكتر من 4.5. احنا طبعا اول ما استقينا كلنا كنا مفكرين ان الاستاك في الكومبليشن تحت في الباكر كومبليشن من تحت اللي هو 5 بوصه ده جميل، ولكن بالشغل بعد ما اشتغلنا يومين ثلاثة على الستاك اكتشفت ان الستاك في الدريل بايب كان فوق في الدريل بايب ما كانش في الكومبليشن تحت. فهو الهاي تندنسي ولكن مش هي القاعدة الأساسية، دماغك بتروح لها في الأول بس مش لازم يبقى فيه، هو ممكن يبقى في الدريل بايب من فوق، خاصة في الهاي ديفييتد ويل أو الهوريزنتال ويل. أنا البير اللي عندي كان هوريزنتال وكنت مستاك في الدريل بايب، وهبقى أكلمكم فيها بالتفصيل برضو بعدين. الحالة اللي عندي الحمد لله حليناها على خير، لكن مش طبعا. اساسي لازم يبقى في الدريل كله. تمام شوقتنا صراحه ان نشوف هاي الكيس استاذي حقيقه، هنتكلم عليها بالتفصيل وهنطبق وهنشوف يعني ايه سترينج تنشن ليميت ويعني ايه سترينج سيت داون ليميت، وهنجيب التيبلز وهنطلع البيانات دي بايدينا ان شاء الله عشان يبقى تطبيق عملي على ستاك بايب، وحاجه فريش اهي لسه شغال عليها من يومين ان شاء الله. ان شاء الله على الله تعالى. السؤال اللي عندنا بعده يقول الأستاذ ما قدرت أطلع البايب، شلون ممكن أتخلص منه؟ والله خلاص بقى، لو أنت يعني استنفذت كل الطرق الممكنة وعملت كل الطرق اللي المفروض أنك تعملها وخلاص مفيش أي نتيجة، هتقطع المواسير. بننزل جوه المواسير من جوه كده بآلة قطع ونقطعها ونسيبها في البير، نطلع بالفري منها ونسيب اللي مستق منها تحت ونقفل عليها ونعمل هول جديدة. تمام. شخص كاتب انه ممكن نسوي فيشنج في حال الفيشنج. طبعا الفيشنج نعم. الفيشنج ده بنوصل له امتى بقى؟ دي انت خلاص استنفذت الحالات بتاعتك، ممكن تقطع الجزء من المصير او تعمل حاجه اسمها ميكانيكال باك اوف وتطلع، بعد كده تنزل ممكن تعمل فيشنج محاوله ترايل فيشنج للجزء اللي تحت دوت اللي انت سايبه تحت. بس غالبا بما ان المحاولات فشلت بنبقى نسبه الفيشنج هنا بتبقى ضئيله شويه، ولكن ده طبعا دي طريقه من الطرق او محاوله من المحاولات اللي تقدر تعملها قبل ما تفقد الهول او تقفل الهول وتروح لهول تاني. واضح. السؤال اللي بعده يقول انه كم الوزن المسموح به بالاوفر بول للستاك بالنسبه للكمباني مان او التول بوشر، واعتقد هاي ديبند. جميل. دي بتعتمد طبعا على نوع المواسير اللي عندك، السايز بتاعها، الجريد بتاعتها، وكل حاجه بيبقى ليها يعني. المفروض بيبقى عندك تيبل، التيبل ده بيبقى مكتوب فيه كل انواع المواسير الممكنه بكامل مواصفاتها ومواصفه من مواصفاتها هي الماكسيمم تنشن ده. ان شاء الله في المحاضره اللي هنشرح فيها الكيس الصادي هجيب لكم سامبل من التيبلز دي واقول لكم ازاي بنطبق عليه، ولكن هي ملهاش قاعده معينه، دي بتعتمد على نوع المواسير ومواصفات المواسير اللي انت شغال عليه. واضح جدا. ممكن ادي لك مثال سريع دلوقتي. مثلا كنت شغال اول امبارح على 4 انش دريل بايب، ال 4 انش دريل بايب اقصى شد عليها مثلا كان 399000 وشويه، يعني نقول 400000. لو انا هشتغل على 4.5 انش تيوبنج يبقى انا الليميت بتاعي هيبقى على 4.5 انش تيوبنج اللي هو الماكسيم بتاعه يبقى 180000 اللي هو 11.16 باور فيت.
فكل حاجه ليها الوزن اللي تشتغل بيه، ولازم تبقى عارف الحاجه دي قبل ما تبدا شغل عليها عشان ما تقطعش. كلش تمام استاذ، واضح جدا واضح جدا. اعتقد حاليا خلصنا كل الاسئله اللي بالشات. الشباب اي شخص عنده استفسار ممكن يسوي ريس هاند او يكتب استفساره بالشات بوكس. السؤال من ناصر هو على نفس السؤال مع الاوفر بول، فيقول هي تختلف نسبه الشد او الاوفر بول بالنسبه للحفار والتول بوشر؟ لا، هي ما لهاش علاقه بالحفار والتلبوشر، هي ليها علاقه بالمواصفات الهندسيه بتاعت الماسوره اللي انت بتتعامل عليها. اللي بيشتغل بقى على البريك بقى حفار تلبوشر كمباني مان ولا غيره، لازم يلتزم باقصى حاجه على اللي موجوده في الكتب. التيبل بيقول لك ايه؟ بيقول لك الفور انش دريل بايب الجريد بتاعتها كذا، المواصفات بتاعتها كذا، والتنسايل بتاعها كذا. فانت بتقراه في التيبل، والكل لازم يلتزم بالرقم اللي موجود في التيبل ده ايا كان ايه وظيفته. فهي مالهاش علاقه بالاشخاص، ليها علاقه بالمواصفات بتاع المواسير. تمام استاذ، جدا واضح. استاذ، هو سؤال تقريبا خارج الموضوع، لكن انه اشتغلتوا حضرتكم بالكيسنج او درولينج وذ كيسنج؟ والله انا ما اشتغلتش بيها بالكيسنج هو الدريلنج، يعني انا شخصيا ما طبقتهاش، يعني انا فاهم السيوري بتاعتها او قريت عنها لكن ما طبقتهاش بنفسي بصراحه. تمام. زين استاذ، هو سؤالي انه هل ممكن انه provide us with الماتيريال المتعلقة بالداون هول بروبلمز خلال استخدام هاي التقنية، يعني مال الحفر موجودة هيك ماتيريال او بحث او ريسيرش؟ طبعا موجوده ومطبقه بالفعل، واحنا عندنا انا هنا في ارامكو يعني احنا بنطبق التكنولوجيا بشكل رهيب. يعني انا بكلمك دلوقتي وانا البير اللي انا شغال عليه شغال مثلا بمانجد بريشر دريلينج وشغال ببريشرايزد مات كاب، وعندنا بلان ان احنا هنخش هنشتغل بالكيسنج هو الدريلينج في ارامكو قريب جدا، فهي ابليكابل اوريدي. واضح استاذ. اذا ممكن ترسل لنا الماتيريال اللي نقدر نحصل بيها انه شنو وضع الدرولينج بروبلمز اثناء او الداون هول بروبلم سوري اثناء استخدام الكيسنج وهذا الدرولينج اذا امكن. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يصحى، ذكرني بس وان شاء الله نجيبها ان شاء الله. تمام. سؤال اخير من ناصر، اذا هاي ناخذه ونختم به، يقول عندنا انه الحفار بيشد اللي عند ليميت معين مثلا 70% والتول بوشر هو 80% والكمباني مان. فهمت قصدك ان فهمت قصدك. اوكي تمام. طيب انت تقصد اللي هو النسبه من الماكسيمم تنشن، هو ده اللي يقصده، مش يقصد الماكسيمم تنشن. انا كنت بجاوبك على السؤال ان الماكسيمم تنشن ده اللي موجود في التيبل اللي هو ال 100%، اللي هو مثلا لو خدنا مثال الفور انش 400000، يبقى 400000 دي ال 100%. طيب مين اللي يشد بقى 80 ومين اللي يشد 70 ومين اللي يشد؟ الكلام ده برضه ملهاش علاقه بالاشخاص، اللي بيحدد الكلام ده هو الكومباني مان فقط لا غير. يعني انا هنا از فورمان انا بدي له انستراكشن او بدي له جيم بلان، لو سمحت انت هتشد لي دلوقتي لان انا باخدها جرادولي، ما ينفعش اخش غشيم كده واروح داخل شادد ال 100% على طول، كده ابقى غلطان. لا، باخدها جرادولي ان انا بشتغل في السيف ليميتس بتاعتي، وبناء على المواسير اللي عندي سواء اذا هي جديده ولا مش جديده. ما المواسير لو جديده هقدر اوصل لل 100%، المواسير لو مش جديده هيبقى اسمها بريميوم. البريميوم اصلا هي اخرها ال 100% بتاعها هو 80% من بتاع الجديد. يعني لو الجديد بيستحمل اشد ال 400000، البريميوم لا، هشوف ال 80% من 400 كام، ويبقى ده اقصى حاجه عندي. واخدين بالكم؟ يعني انا الجديد اقدر اوصل معاه لل 100% بتاعته، لكن القديم او البريميوم ما اقدرش اوصل من ال 100% بتاع الجديد، باخد 80% من بتاع الجديد ويبقى هو ده ال 100% بتاع البريميوم. دي حاجه، دي القيمه الحسابيه. ولكن مين اللي بيحدد اشد 70 ولا 60 ولا 50 ولا 100؟ هو الكمباني مان فقط لا غير، لان هو المسؤول او اللي هتحصل معاه المشكله في البير بتاعه او البير اللي يملكه. فعشان كده انا ببقى مدي الليميتس للحفار انه يشتغل عليها سواء الحفار او التلبوشر. فاحنا مش بنبقى محددين كده الحفار يقول ايه والتلبوشر يقول ايه والكمباني مان يقول ايه. انا ليا ليميت ماكسيمم المفروض اوصل له، وبناء عليه انا بدي له خطه عشان يشتغل عليها وهو بينفذ الخطه. واضح جدا. اعتقد نقدر نختم هذا اليوم، نكتفي بالاسئله. خليل، اذا تضيف شيء او تختم
المايك لك. أنا أعتذر أستاذ، فصل عندي النث. صراحة شكرا جزيلا على المحاضرة. إن شاء الله الله أيضا يبارك فيكم. نستقبل أسئلة أكثر لنا على ما يرجعون المحاضرة، أكيد وإن شاء الله نلتقي باكر. أهلا وسهلا في الوقت بأمر الله تعالى، شرفت بكم وأهلا وسهلا وبالتوفيق دائما. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا، السلام عليكم.